وايد زين. اول هم شلونا لا يازلهم مشى قالوا لنا سووا، لو ما مشى قالوا لنا غيروا هذا الشيء ما مشى. هذا بالعقول الفرنسيه وهذا بالعقول العربيه. وايد زين الله يعطيكم الصحه. نسوي ادغم ما تصير هي تمشي الصلاه. وايد زين. الحمد لله. هذه منتجات المعقولات. تسوي في البيت كله. احنا مشاركين في المدرسة في المدرسة تاجر الصغير فما شاء الله مدرسات ليش ما تجربين؟ ما جربت. ايش كثر تسوون هذا؟ يعني انا لانها اشياء يعني ما تطول وهاي الخلالات بعد سويناها لهم ما شاء الله في حد عيابه ليش ما جربت؟ زين تفضل خلي بسكوت